سلام شيرات، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير. اليوم جيتكم واحد الوصفه سهله مالها والبنه روعه. كما راكم تشوفوا مازال رانا في حلويات الجزائريه. كما راكم تشوفوا خواتاتي، هنا حلوه تاني بدون فرن، يعني بدون طهي، فقط في هذا المول. كما راكم تشوفوا كما هكا هذا المول، ان شاء الله غادي نعمر فيه الحلوه تاعي. كما راكم تشوفوا نحتاج فقط غليطه بطعم الكاكاو، يعني اي تكون غليطه عندكم. نحتاج القليل من حبات اللوز ولا كاوكاو ولا قرقع ولا اي مكسرات تكون متوفره عندكم. راني ديجا قليته، القليل من الزبده الدائبه، وهنا عندي الشوكولا راني ذوبتها. وهنايا هذا الشوكولا ان شاء الله غادي نديرها فقط في الوسط فيما يخص التزيين فقط. غادي ان شاء الله نطحنوا المسكو الكاليطه تاعنا مع اللوز ان شاء الله كيما هكا، ونديروا اللوز ونطحنوهم مع بعض. ها ولا الخليط تاعنا رانا طحناه كما هكا، ودروك نديرو له شويه زبده، غير شويه ونشوفو لا نزيدو نسحقو ولا لا. فيما يخص هذه الحلوه خواتاتي، كما نقولو حنايا المكونات ولا العبر تاع الحلوه هذه تكون المقادير تكون اختياريه على حسب المكونات اللي تكون عندكم. كما راكم تشوفوا وحده بسكوي، شويه تاع لوز، حفنه كما نقولو حنايا تاع لوز، وعندنا هنا ثاني درت لكم شويه زبده، ونجمع بها العجين تاعنا. بعد ما عجننا هالشيرات كما راكم تشوفوا بدات تتماسك معنا العجينه. شنديروا؟ غادي نشكل فقط واحد الكويرات، ماشي شرط يكونوا كويرات، يبا يكونوا نفس العبار كيما هكا، ونديرهم هنايا في الصحن. نواصلوا هذه الطريقه هي كيما هكا، يبقى هنا قبضوا العبر يكون كاع كيف كيف وصاي. هذا ما كان ماشي شرط الكره وتكون كيما نقولوا حنايا مكوره غايه ولا خش، من بعد غادي نفتحهم هنايا. يبقى هنا عرفوا العدد الكويرات اللي غادي نستعملهم في الكاطو تاعي. بعد ما شكلتها كيما هكا خواتاتي، كيما الكويرات كيما قلت لكم ما يهمش الشكل تاعها، مهم باش نعرفوا شحال طاحت لنا من حبه. نجو دروك هنا فيما يخص هولا هذا السيليكون تاعنا، نبدو نديرو الشوكولا. بسم الله، تاش غادي نديرو؟ نديرو الطبقه الاولى كيما نقول حنا، نديرو الطبقه الاولى كيما هكا غير من تحت، وغادي كاع ندير الحبيبات ونخليها تجمد لنا باه نعادو نديرو طبقه اخرى. نواصلوا هذه الطريقه كيما راكم تشوفوا الشيرات، هي كاع الوريدات عمرتها بالشوكولا. غادي دروك واش نديرها؟ نديرها في المجمد، يعني الكلاصون، ندخلها تبرد مده 10 دقائق ولا ربع ساعه غير تجمد تبرد روحها ان شاء الله. نعاود ندير لها دوزيام كوش، يعني نعاود ندير لها واحده اخرى كيما هكا باه الشوكولا تشد روحها غايه وتقبض لنا هذيك الشكل تاع هذيك الورده ان شاء الله. اي فوالا شيرات، كيما راكم تشوفوا بعد ما جمدت لنا خرجتها من المجمد، ها مازال فيه الكلاصو هنايا، ها هي لا راهي جمدت لنا كيما هكا. غادي نزيد ندير لها الطبقه الثانيه، بادي تحكم روحها غايه، دروك غادي نولي نضرب غايه في الحواف. ونواصل هذه الطريقه خواتاتي باه نعمر كاع الوريدات التاوي. كما راكم تشوفوا الشيرات، هاي اللي بعد ما درت الطبقه الثانيه راهي جمدت لنا. هنا فيما يخص الحشو خواتاتي، بغيت ندير حاجه اضافه فقط، كانت عندي شويه حلوه الترك، بغيت نديرها شويه في الكاع، ومن بعد ندير لها غير مغرف صغيره كما كتاع الشوكولا، غير بطاطي فقط طعم كما نقولوا حنايا. وهذه الشوكولا كما نقولوا حنايا اللي درتها هنايا، راك تشوفوا بلي اللون تاعها اسود، يعني الشوكولا سوداء، يعني ماشي حلوه حلوه بزاف. هنا هذه هي، قلت ندير غير شويه حلوه الترك فقط، غير البنه كما نقولوا. تنجموا تعمروها بالكونفيتور، تنجموا تعمروها بالكراميل، تنجموا تعمروها باي حاجه، ولا مكسرات، ولا تكون اي حاجه تكونوا باغينها. كما نقولوا حنا الحشو يكون اختياري، انا فقط نبغي حلوه الترك تكون في الحلويات هكا تعجبني الكو تاعها كما نقولوا كيما هكا. من بعد الشيرات نديروا فقط ملعقه صغيره تاع الشوكولا كيما هكا. كما راكم تشوفوا الشيرات، راني درت غير شويه شوكولا كيما هكا في الوسط. دروك شنو نديرو؟ نبداو نحطو الكاطو تاعنا فوقها، نفتو غير بالعقل هكا، على بها قلت لكم قبيله ما يهمش الشكل تاع الدائره اللي غادي نشكلوها، فقط وندركوها غير بالعقل كيما هكا. نمرسو هذيك الكاطو كاع، ندخلو الداخل غايه الغايه، نزيرو كيما هكا بالعقل كيما هكا، ونزيدو نواصلو الطريقة تاني في الحبيبات الأخرين.
باه ما نطولش عليكم خواتاتي، غادي نكملها كاع دروك ونوري لكم. كما راكم تشوفوا الشيرات، بعد ما كملت كاع الكاطو عمرتها الداخل دروك غادي ندخلها ان شاء الله في المجمد تاني مده 5 دقائق حتى 10 دقائق، يبقى يحكم روحها الكاطو مع الشوكولا وكاع، ونوريكم الطريقه النهائيه. كما راكم تشوفوا الشيرات، ها هي الحلوه تاعنا، شوفوا الشكل تاعها كيفاش داير. غادي نواصلوا هذه الطريقه حتى نقلعوها كاع من السيليكون. ونواصلوا على هذا الشكل حتى نكملوا كاع نقلعوا الحبيبات منا. كما راكم تشوفوا الشيرات، هي الحلوه تاعنا تاعي كاع كملتها، خليتها هنا في الطبسيين كيما نقولوا تقبض روحها غايه وتشد روحها غايه مده ساعه هكا ولا سوس سوايع، تقبض روحها غايه باش تقبض لا فورم تاعها كما راكم تشوفوا معايا هنا. ومن بعد ان شاء الله غادي نديرها في ليكيسات باش نحطوها في طبق التقديم. كما راكم تشوفوا معايا خواتاتي، هادو ليكيسات شابين بزاف، هادو ريقات كيما هكا تاع التزيين، نحطهم في وسط الحلويات كاين باللون الفضي وباللون الذهبي، يعطوا نظره شابه فيما يخص الحلويات كما راكم تشوفوا كيما هكا. ان شاء الله نحطهم كاع في ليكيسات ونشوفوا الشكل النهائي في صحن التقديم. اي فوالا شيرات، هاي الحلوه تاعنا تاع اليوم، شوفوا كي جات دايره الشكل تاعها، جا روعه روعه، ما عندي ما نقول لكم. والبنه اكيد ما كان والله غير جربوها ما غاديش تندموا، كيما شفتوا مكونات بسيطه ماشي حاجه كبيره بزاف، وتجي الراي الشكل تاعها يجي شباب بزاف، وكيما نقولوا حنايا تحمر الوجه. هذه هي، وصلنا الى نهايه الفيديو خواتاتي، ونقول لكم شيرات صحة صحوكم، صحة فطوركم، صحة قيمكم، واللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونقول لكم كل عام وانتم بخير، تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله بالصحة، وإن شاء الله يا ربي هذه الوصفة تعجبكم وتجربوها على شلة. ما تنسونيش خواتاتي بتفعيل الجرس لأي واحد جاء جديد، نقول له مرحبا وألف مرحبا، واللي معايا دائما وعمرهم لا يخلوني، نقول لهم ربي يحفظكم وربي يفرج عليكم وربي يسهل عليكم، ونقول لكم بارك الله فيكم. ما تنسونيش فقط بالبصمات، شكرا شكرا شكرا، ربي يحفظكم بالسلامة، تهلوا في رواحكم، إلى موعد آخر في وصف من الوصفات ولا في جولة من الجولات. بالك إن شاء الله عندكم جولة تاع ملابس على العيد إن شاء الله، ونشوفوا إن شاء الله كش ما نقوى حاجة شابة رانا ننشروا للصغار. ونقول لكم كل عام وانتم بخير، تعيدوا وتعاودوا بالصحة وبصحتكم وبصحة وليداتكم، تهلوا في رواحكم.